احلى فايف توحشكم بزاف معكم دنيا بيلا. اليوم جيت وشفت لكم الجديد. الصراحه واحد ترى شنقول لكم فكرت لي مد ديال الطفوله في 2004 2005. سجلت اغاني اللي هما كبار مني في اللاج، يعني انا كان بحكم عندي شي 7 سنين 8 سنين بحال هكا. ودابا كنتفاجئ بلي خالي لقى واحد السيدي ديالي ديال اغاني غنيتو انا كنت صغيرة عندي شي 8 طون. صراحة دابا ملي كنعاود غير شي حاجة ليا ذكريات، يعني الله ديال انت بويا وانت الام وديال باي باي بسلام عليك. حتى ملي كنسمعو دابا كتجيني واحد الحنين للماضي. صراحة الله اغنية ديال انت بويا وانت الام هادي كنت درتها انا في كوبر، كنغنيها واحد الدري صغير شحال هادي كان سميتو جمال، وكان عجبتني هاد الاغنية قال لي خالي غنيها تانتي وكنت غير كندندنها وحفظتها صافي. مشى خالي شجلها ليا وكنت هديتها لواحد الطفل سميتو صلاح الدين السرحان. كان الاب والام ديالو غادي يتفارقوا وجابو بها قال لي ديري لنا بحال هاد الاغنية ديالي ديري كاس. الصراحة هاد الاغنية واعرة واعرة بزاف، وكاينة اغنية عاوتاني اخرى ديال باي باي بسلام عليك ترى بينا. كنت الصراحة والله كنتفاجئ بهاد الاغنية هادي. كنقول سي محمد كان عندي واحد الصوت صغير وكنغني هكا باي باي بسلام عسرا انتي الحنين الحنين للماضي. الصراحة والله انتي انا فاش كنت فكرت فكري ديال 2004 2005 فاش شفتك البوم، يعني الصراحة والله شي حاجة اللي لا الزمن الجميل واحد والله العظيم. اجمل ايام هي ايام الطفوله ديالي فاش كنت كنمشي مع خالي ولا غني لكم غني لكم كان طابو لي فان ديال السفر كنصورو دابا ولي فان كيديرو لنا ليكو كيديرو لنا باي باي. المهم الاغنية اللي كتقول انت بويا انت الام جمعكم الحب ماشي الهام شركتو الخوا شركتو الدم يا كنتو متزوجين يا كنتو متزوجين صار ما خممتو غير دربتو لبتوني لو كنتو تفهمتو لو كنتو فهمتوني لو كنتو فهمتوني يا كنتو متزوجين يا كنتو متزوجين. هذه الاغنيه ديال كوبر. صراحة الاغنيه راه تلاحت في قناه اليوتيوب هذه حاليا تسمو غير الدنيا بيلا تابويا وبنتي الام غادي تلعبكم. يعني الصراحة لقات اقبال بزاف الناس بكات بزاف الناس بحكم انها كتهضر على العلاقه ما بين الاب وما بين الام والاطفال يعني اللي كيتشردوا مساكن. يعني كون غنيتها شحال هادي ودابا الاغنيه اللي غادي تطلع في اليوتيوب غدا ان شاء الله غادي تلاح هي ديال باي باي بسلام عليك هي من كلمات الحان عز الدين صناقي والتوزيع الموسيقي محسن عسيله والجينيريك داروا لي راجلي السي محمد الاحساس والغناء بين الشغل ديالي انايا عرفتي غير عرفتي راه صوت صوت وانا صغيرة كنغني راه شي حاجة عرفتي انا كنت انا تنسمع صوتي فاش كنت صغيرة فاش كنت صغيرة كنت نسمع صوتي دابا والله الا كنشبع ضحك. علاش كنت فكر الايام الطفولة وكنغني اغاني اغنية مكبر مني الحب وانا يلاه عندي 8 سنين وشي حاجة لي بصراحة غني لكم قطع الاغنية دابا اللي غتطلع حتى ان شاء الله في اليوتيوب اللي كنظن وقيلا غادي تلاح بيكم ان نقدر الفيديو نديرو لونسي بلي ولا نحسو بالضمي من حد، يعني تقدر تكون هاد النهار نعتبرو هاد النهار ولا غدا لا الا تلاح بلي راه غدا يعني غيكون الحد قلتو هاد النهار يعني راه هاد النهار غادي تلاح في العشية.
ما هذيك ستة كنظن قال لي خالي ما هذيك ستة تاع الشيا كنقول هذا واحد الدريري صغير وتوالا كيدير لنا باي باي المهم باي باي السلام عليك ننساك ما نفكر فيك باي باي السلام عليك نكوي القلب اللي يبغيك باي باي السلام عليك ننساك ما نفكر فيك وباي باي السلام عليك نكوي القلب اللي يبغيك. هاد الأغنية هادي في يوتيوب تقول عاوتاني باي باي بسلام عليك الدنيا بيننا وغادي نطلع لكم فريمو فريمو والله انت غادي صراحة اسمحوا لي صراحة مني غادي تسمعوا غير جبكم صوت صغير وضحة وجانا كنت غني على الحب والله عندي 8 سنين انا ترقت بينا كنت تفكر الأغنية وكنت ضحك علاش كنت ضحك حتى كنت تفكر ايام يا ايام الزمن جميل ميما خوتي كانت هذه الجديد دابا اللي كاين وانتظروا عاوتاني الجديد ان شاء الله واحد الاغنيه حتى هي كنت غنيتها فاش كنت صغيره غادي نلوح القناه ديالي انا ديال الدنيا بالله هذه اللي كنلوح فيها ديفلوك ديالي المهم ميرسي بعدا الراجل اللي شاد التليفون كيصور يا حساس كنموت عليك راجلي لذيذ خليك لينا ويتك 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 شكرا لكم على الكومنت ديالكم زوين زويوان سوري وميرسي بزاف ليكم وشكرا الله يخليكم ليا الله يحفظكم وميرسي